ميم الشربيني الكبير اللي وران في التعليق الرياضي، جنرال الاذاعه والتلفزيون واحد رواد الفضاء في كره القدم والتعليق على مباريات الساحره المستديره، معلق بدرجه قدير جدا ارتبى بفاز الاجاده في التعليق، وصانع السعاده لعشاق وجماهير كره القدم على مر التاريخ، موهوب بدرجه قدير جدا، احد عناقيد الموهوبين في التعليق على كره القدم. يا سلام وانت بتسمع صوته وكانك بتسمع اجمل الالحان، فريد من نوعه في اختيار الالفاظ والكلمات التي ينتقيها لاجل ان تصل لاذن المستمع، وهذا وان دل فانما يدل على مدى موهبة الكابتن ميم الشربيني في التعليق. يختلف عن كثير من المعلقين الرياضيين بل ينفرد بصدارة التعليق. ومن وجهة نظري ميم الشربيني الافضل على مر التاريخ كمعلق متمكن في هذا المجال. وحين نعلم ان الكابتن ميم الشربيني هو المعلق على المباراة، نستعد لان نسمع اجمل العبارات والتعليق على تلك المباراة. في النهاية الموهبة هي من تفرض نفسها على المجتمع مهما كانت الصعوبات والمحن. المهم انك تحب ما تعمل كي تصنع اجمل الاشياء. بيبو سبورت.